بسم الله الرحمن الرحيم. في مجلة جاد ماجازين فويس التي ستصدر إن شاء الله في بداية العام المقبل 2023، فيها طبعا معلومات هامة عن قطاع أو العيادات الطبية، وأيضا المقاهي وكوب القهوة. فيها موضوع هام جدا يفيد المجتمع، ويفيد جميع مدراء القهاوي من يعمل في بيزنس المقاهي، وأيضا من يعمل في العيادات الطبية. والمجلة ستكون الصفحات الأمامية فيها المحتوى، والصفحات الخلفية يعني خلف كل صفحة فيها إعلانات مقاهي وإعلانات عيادات طبية. وهي دراسة، لأنه عندنا كوب قهوة وفي العيادات الطبية كشفية طبيب، والاثنين مربوطة بنفس السعر بسعر معين، يعني مشهور عن كوب القهوة في المقاهي 8 جنيه لكل كوب قهوة. وطبعا نبدأ نتكلم عن المحتوى اللي حيكون في الصفحات الرئيسية أو الأمامية المجلة. طبعا هذه بالصفحة الخلفية، يعني هنا بنتكلم عن الصفحات الخلفية. طبعا في إعلانات 300 إعلان، يعني ممكن تكون 100 مقهى و100 عيادة طبية و100 صيدلية. ننتقل إلى الشريحة التالية. طبعا هنا حيكون هذا، وهنا سؤال: المواضيع في المجلة تطرح بصيغة أسئلة، يعني مثلا فقرة 2 × 2 × 10 سؤال: What is love؟ ولكن السؤال لا يكتمل إلا بتفاصيل، يعني هنا التفاصيل، يعني هذا كل سؤال. If love has two meanings, then what are they؟ يعني ما هو love
وإذا كان لف لها معنيين فما هي هذه المعنيين؟ هناك جواب أيضا أو تعليمات تتبع السؤال. أيضا love has also love has four words and two meanings. يعني لها خواص love إنها متكونة من أربعة أحرف لأربع كلمات تبدأ بها كل كلمة، وأيضا كل كلمتين تعتبر معنى، فهنا عندنا معنيين LO وVE. وهذه الإرشادات قبل أن نجيب. هنا شرح زيادة. The two meanings are the two sentences or are of the two sentences الجمل. عندنا المعنيين هي عبارة عن جمل. Leverage opportunity جملة. ولكن تسمى LO، اسمها LO، يعني بالعربي هي رفع الفرصة أو إنجاح الفرصة. لكن مهما كان التعبير هي LO، يعني LO نقدر نقول تعريفها بالعربي رفع الفرصة وأخذ الفرصة واغتنام الفرصة، بينما بالإنجليزي leverage opportunity. أما value engineering فهي كلمة مشهورة، يعني هنا في اليوتيوب بحثنا فوجدنا فيديو content عن value engineering، ممكن شرح بالعربي أو بالإنجليزي مكتوب تحت هندسة قيمية أو هندسة القيمة. إذن من يقتني المجلة عنده فرص. فرص إنه يدخل في لف ليرفع ويغتنم فرصة value engineering ليرفع دخله أو ليقلل التكلفة عن ما يريد أن يستفيد من خدمة طبية أو من فنجان قهوة. طبعا أمامنا أيضا اختصارات أخرى مهمة جدا زي letter اللي هو love to increase ratio. الراتيو عبارة عن 400,000 كوب قهوة زيادة عن 100,000. الراتيو 4، يعني كانت أو كان المقهى، يعني عندي أنا مقهى أبيع في السنة 100,000 كوب قهوة، فإذا نقدر نحسب الدخل تكون 100,000 جنيه إذا كان كوب القهوة بثمانية جنيه. طب لو رفعتها 400,000 كوب فهنا لو بعتها بأربعة جنيه بدل ثمانية جنيه حصل عندي الريشو 2. نقسم
400,000 في 4 حصلت على 2. لكن في مخاطرة إنه لو عملت كده طبعا حيجي زيادة العدد والمكان يتسع، في مخاطرة إنه منافسيني ممكن يلجأوا لنفس الشيء، فأنا عايز أصعب عليهم المنافسة، يعني يدخلوا معايا في 4 جنيه الكوب، فأنا ما عملت شيء، وممكن يكونوا كانوا أفضل مني زباين، كانوا يبيعوا 150,000 والسوق منافسة. إذن لف اللي هي الدراسة والتصميم وكذا تقترح على صاحب القهوة، صاحب المقهى تقترح علي إني الماء اللي في القهوة يكون من أغلى أنواع الماء، مثلا إيفيان اللتر ب40 جنيه، لما ناخذ بالجملة ب20 جنيه، يسوي لي 10 أكواب يعني في 2 جنيه. كان عندي تكلفة تانية مهم، فأنا أضفت 2 جنيه وأقدر أنقص 2 جنيه، بدل 8 أخليها 6 جنيه. هنا يصعب على الآخرين منافسة. هناك شيء آخر، إني لازم أنقص 2 جنيه. نرى إيفيان وهنا نرى الماء الذي أنتجه أنا اسمه سكاي ووتر، فلو كان السكاي ووتر يكلفني 40 وهو يشبه إيفيان المواصفات، إيفيان ماء من الثلوج، سكاي ووتر ما أيضا من السماء، يعني كلهم جدد ما جديد ما عليه إضافات، بينما إيفيان عليه إضافات أملاح معدنية، يعني في مكتوب المحتويات، هنا عندي ما هو مكتوب المحتويات واستخدمته لفنجان القهوة. كل ما كان فنجان القهوة بماء أقل أملاح، يعني مجموع الأملاح الذائبة أقل، كان ألذ، يعني ماء حلو. كل ما نقصت الأملاح الذائبة ماء حلو، يعني لو كانت الأملاح الذائبة 200 في فيان وعندي مثلا 80 طبيعية، وهنا عندهم إضافات، فهنا الماء هذا أفضل حتى صحيا، ويمكن قيمته مش يمكن، يعني عارفين احنا 16 دولار يباع في السوق وينفع للأطفال وكذا، فلو كلفني حتى 2 جنيه لما اشتريه يكلفني أكثر. اللتر ب 16 دولار يعني أكثر من 8 جنيه. كوب القهوة. ففي الحلقة في فيديوهات أخرى بالتدريج ناخذ المثال ونتكلم على كيف ننتج الماء هذا بتكلفة
اللتر بعشرين سنت، مش باتنين دولار، بعشرة جنيه. عشرين سنت، عشرين سنت في عشرين اللي هي أربعة جنيه. وكيف أنا أقدر أستخدمه وأنافس وممكن أبيع نص أربعة من أربعة، يكون هذا عشرة، لأن كله حيشتري مني الماء. شكراً.